وزير الداخلية يصل إلى محافظة صلاح الدين في زيارة تحمل بجعبتها هدفا استراتيجيا لمسك وزارة الداخلية الملف الأمني داخل المدن بعد توفير الدعم الكامل لقيادة شرطة صلاح الدين. الهدف اللي ننشده من استلام المسؤولية الأمنية من مفاصل وزارة الداخلية، الانتقال المسؤولية الأمنية إلى وزارة الداخلية يعني إدارة أمنية، إدارة تعتمد على الجوانب الفنية، جوانب وانتشار دوريات النجدة والمرور وغيرها، إضافة إلى كاميرات المراقبة، العمل الأمني الخاص واللي يختلف عن العمل العسكري. واستلمنا المسؤولية الأمنية في سامراء قبل تقريبا 4 أيام. هناك دعم كبير من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة لكل مفاصل وزارة الداخلية، وهذا الدعم بالتأكيد يعني قيادة شرطة صلاح الدين تم دعمها خلال عام 2023 بعدد من العجلات وكذلك من الضباط والمنتسبين، إضافة للتجهيزات الأخرى تقدمها الوزارة، وهذا الدعم مستمر خلال عام 2024. توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تمثلت في إخراج قيادات العمليات العسكرية خارج مراكز المدن ومباشرة وزارة الداخلية بتسلم مسؤولية الأمن فيها في ظل الاستقرار الأمني الكبير وتعاون أهالي صلاح الدين مع القوات الأمنية. بعد أن سلمت وزارة الداخلية قيادة عمليات سامراء، هذا اليوم هي أول زيارة للسيد وزير الداخلية إلى عمليات سامراء القاطع، سيطلع على جهود وزارة الداخلية، الخطط الموضوعة، سيلتقي بكل القادة الميدانيين موجودين ضمن قاطع عمليات سامراء، وبالتالي هي أول زيارة رسمية بعد أن تسلمت قيادة عمليات سامراء المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع. هناك سيكون تعزيز وإجراءات وشموليات أخرى، وأيضا قريبا إن شاء الله في الفترة القادمة ستسلم صلاح الدين نقل المسؤولية الأمنية في مركز المدينة ضمن أطر وعمليات وزارة الداخلية مع بقاء قيادات العمليات خارج مراكز المدن. تعدد القيادات العسكرية في صلاح الدين واختلاف إجراءاتها أتعب المواطن الذي يترقب تبسيط الإجراءات الأمنية. تمكين وزارة الداخلية من مسك الملف الأمني داخل مراكز المدن خطوة ستعزز الحياة المدنية وتنهي المظاهر المسلحة. من صلاح الدين، وسام الخزرجي، قناة التغيير الفضائية.